مسابقة جمال لكنها من نوع آخر، حيث أراد القائمون عليها اختيار الأجمل من بين طيور البخارة التي تعتبر من الأنواع الغالية في عالم حمام الزينة. المسابقة التي تقام للعام الثالث على التوالي في مدينة البصرة تنافس فيها نحو 138 طائرا من أغلب المدن العراقية. طائر البخارة يقام له معارض في كل دول العالم، من أوروبا إلى الخليج إلى الوطن العربي، وآخر الناس هي إحنا دولتنا اللي إحنا قمنا هالشيء 3 معارض، أغلبية المعارض 20 و30 سنة. ونظم المسابقة التي أصبحت تقام سنويا نادي البخارة العراقي، وقد شهدت أجواؤها منافسة حماسية قوية بحضور تجار ومربي الحمام الزينة، إلى جانب مشاركة لجنة تحكيمية من مملكة البحرين مختصة بالطيور وأنواعها. بالنسبة إلى مشاركتنا كبحرينيين، إحنا بدينا معاهم من أول سنة بالمعرض من ناحية تنظيمية وناحية تحكيمية، وفي الأساس هي ناحية تشجيعية على تنمية الهواية في الوطن العربي. آلية اختيار الأجمل من بين طيور البخارة تعتمد على عدة معايير جرى الاتفاق عليها عالميا، ويترتب على كل واحدة منها مجموعة من النقاط، والحمامة التي تجمع الأكثر منها تتوج بلقب الطائر الأجمل. طائر بخارة في كل منطقة في جسمه إلى جمالية خاصة، يعني عندك من جهة الوردة اللي يصير فوق الرأس، والصدف اللي يصير يعني غطي الرقبة، عرض الرقبة والجسم، والسراويل اللي احنا نسميه البوتس بالانجليزي. وتعود أصول طائر البخارة إلى جزيرة بخارة الإندونيسية، وسمي بهذا الاسم نسبة لها، ويتميز بالإضافة إلى الشكل الجميل بغلاء ثمنه، حيث تتراوح أسعاره من 300 دولار إلى 3000 دولار طبقا للمواصفات التي يحملها. ضخامة مالته، حجم الشال اللي على رأس نسميها الروز مالته، التحاجيل اللي هي البوت يسموه، طير متناسق. يبدو أن مسابقات الجمال لم تعد مقتصرة على البشر فقط، فها هي طيور البخارة صارت تتنافس فيما بينها للحصول على لقب الأجمل. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.